أنا مش فاهمك يا عنتر، وآخرتها معاك. لكن أنا فاهمك يا جميل. لما أنت فاهمني تقدر تقولي كنت غسان فين؟ الله، ما أنت عارفة الشغل بقى. ما أنا شايفة الشغل مقطع بعض. قوليلي قبل، دبرت اللي اتفقنا عليه؟ يا حبيبي ما دبرتش حاجة. الله، وبعدين معاك؟ طب وانا اعمل ايه؟ ما عندك منصور بيه يدبر لك اللي انت عاوزه. سلام عليك يا جواهر، برضو ما انتش فهماني. عن اذنك انا مش فاضية لك. الله، راح فين؟ سيبيني لوحدي. لا يا حبيبي ما تخافش، ما حدش هيخطفك. يلا يا جواهر المزيكا جاهزة. خليك مقانس لغاية ما اعمل البرو. اديني مقانس يا اختي. صباح الخير. صباح النور، وحياتك دواري لي المزيكا. حاضر. الفيلا اللي ساكن فيها ملكه، عنده عربيتين، واحدة له والتانية ماركة اللي يحب النبي يزوق لحضرة الضابط ابنهم. الكلام ده مظبوط؟ ضابط حدود محترم مستقيم وهيكمل دينه قريب. يا عنتر الموضوع ده يهمني جدا.